برجع برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ونحن وصلنا على المطبخ. هلا انا ما نرحب بالسيدة ماريتا مصابني، اهلا وسهلا فيكي معنا. اليوم حضرتينا اليوم بدنا نعمل بالميه او فروماج اي اوزوليف، يعني نحن معودين دائما على البالميه فيرسيون سكري. اوكي، اليوم رح نعملها فيرسيون سالي ابيتايزر. رح نبلش سولتد، عندنا البات فويتي اللي رح نضبها بطريقه تعمل بالميه، عندنا 200 غرام جبنه شيفر، اكيد اللي ما بحب الشيفر في حط حيلا جبنه كريمي. نعم، عندنا زيتون مقصقص مفروم، والبيض مثل العاده مع البات فويتي لتلمع العجينه، وعندنا 20 غرام بارميزان بنزيدهم على الشيفر لتمسك العجينه وتعطينا الاريير جود طيب. نعم اوكي، بنبلش. اوكي، نحن رح نبلش نخلط كل الانجريديون مع بعضه. نبلش بالفروماج، كل المكونات كلهم فرد مره، كلهم مع بعض. اوكي، عندنا الشيف. نعم، هلا البارميزان يلي بدنا نحطهم معهم، والزيتون. نعم، ريسيت هينه و تريز ابيتيسونت. وي، عندنا تقريبا 150 غرام زيتون مفقع ومقصقص. نعم، 200 غرام شيف، وشي 20 غرام تقريبا 20 غرام بارميزان لتلقط العجينه، لان وقت تفوت على الفرن بتذوب البارميزان. مريات الزيتون اسود مش اخضر، لانه فينا نحط الاخضر عاده بيكون فيه هيك مثل في شويه مروره، بس الزيتون الاسود احلى. أي، احلى مش اطيب، بس تقريبا زيت الشيء حسب الذوق. الجبنه لانها كريمي منها مالحه، يمكن بيكسروا بعضهم. ايه، بس هي جبنه كريمي، في كثير ما بحبوا طعمه الشيفر، ما بحطوا الاريير جو تبع الشيفر. انا ولين ما عندنا مشكله بشي ابدا ولا انا كل شيء جبنه. نحن رح ننطر الذوق، يعني ما عندنا مشكله نحن ابدا. نكر لسات كثير هينه وكثير معك حق، لقطت من ورا ال البارميزان اصلا كريمي الشيفر، يعني بيلقط. اوكي، بدنا نبدا البيوت، ما معكم وقت فيكم تشتروا العجينه بالبيت، يعني ما فيكم ضروري تقعدوا تضيعوا وقتكم تقعدوا تجربوا. لبكه لبكه شغله العجينه الباتفيتي بالبيت، لبكه افضل تنشرها خالصه بترفخ احسن. ولا من مده منيح، هي طريقه اللف اللي بده واحد يتعلمها، لان هيدي اللي بتعطينا فورم البالميه. فوالا، واليوم معك رح نتعلم كثير منيح. رح تعمليها؟ انا ايه، يلا. انا بقول لا اوين، بس كيف بتطلع؟ بدها تطلع طيبه، اذا استعملتي زيت الانجريديون بتطلع طيبه. اوكي، هلا هي طريقة اللف اللي طريقة اللف اللي بتاخذ، بدنا نقسم العجينة بالنص، نعلمها بالنص، لوقت نبرمها على الميلتين تطلع زيت الفرن مدورة. اوكي، عم نلفها مثل الساندويتش. اوكي اوكي، فوالا هينة شكله، هينة كثير عن جد هينة، وبتنعمل قبل بوقت تنحط بالفريزر او بالبراد. يعني وقبل قبل الدرينك. فوالا، يعني ست البيت فيها تفرزها، وإذا إجاها أشخاص على العشاء فجأة بتشيلون وبتستعملون بهدي وبتحطها قوام جاهزة، وأفضل تنقص بالقلب مثل ما أنا عم قصها لما ننزع الشكل المدور تبعها. أوكي، وتتفرز لوقت طويل مريات، مش ضروري قبل النهار، يعني فينا نعملها نحطها بالفريزر وننسيها. أنا بخليها بالفريزر وقت يشيكي حدا بتشيليها، بس تتنزل قبل بوقت. أكيد، لأن العجينة بتطرى بتضل الجبنة قاسية بقلبها. يعني بدي يشيلها واحد قبل بوقت، أفضل تنزليها على البراد. والله عن جد تغيير لواحد عشية جاي لعنده ناس بسرعة، يكون عنده شيء جاهز يحضره، الكبة والمعجنات وغيرهم. ايش اوريجينال، يعني فكرة اوريجينال وهيني، ما اخذت معنا وقت مزبوط ابدا. هلا نحن خسرتوا انه معوزين مثل ما قلت لكم على الفيرسيون سكري تبع البالميه. اليوم حضرتك غيرت المقاييس. ايه، وبيضة مثل العادة. أوكي، كمان للبات فيتي لتعطينا اللون الحلو. بيضة كاملة مش بس الصفر. بس الصفر. اوكي، بيعطينا لون احلى، فينا نخلطه مع شوية حليب. لازم ننتبه نحط على كل الجوانب ليعطينا اللون الدوري والمقرمش. نعم، اللي بيعطيها بالبات فويتي. بعدين بيرجع للي بده يقدمها، كيف بقدمها، البليتينج تبعي، اللي انا كثير بهمني امر البليتينج، لان ما بكفي تكون الشغلة بس طيبة، لانه العين بتاكل قبل تم. مرات بنشبع نحن قد ما بنشوف قصص على الطاوله بنشبع. ايوه، وقت بلشي شكلها بيكون بشهي، تفتح نفسك. هيدي مشكله كل شخص مش بس انا، بعدين بنندم. لا، عندنا تصوير هو ما في عد كالوري، نحن عم نشتغل بالبات فويتي خصوصا. لا، في كثير كالوري، معلش بحق لنا جمعه. جمعه تشيتينج، تشيتينج جمعه، معلش. وهيدي مثل ما هي بتروح على الفرن، بدها فرن حامي، بدنا نحمي الفرن
تقريبا 180 دوغري 180 درجه. نعم، على فترة. نص ساعه تقريبا، نص ساعه. بكل حال بدنا ننتبه دائما على الفرن كل شوي، حد ايه بده يطلع عليها بس مش قبل نص ساعه. نعم، وانا ديجا حضرت البليتنج بما انه ما عندنا حضرت البليتنج وحضرت كمان برزنتيشن غير شكل. لا 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 هاي البالميه واو يلي نحن مثل ما قلت لكم اكيد رح يعرفون هلا عن شو عم بحكي لانه مانن سكريت ابدا. هدول البالميه اللي حضرناهم. لكن شو حلوين كيف البرزنتيشن، عن جد البرزنتيشن مطير العقل. طيب هن بيتاكلوا مسقعين ولا لازم هن طيبين سخنين دغري من الفرن بس بيتاكلوا مسقعين يعني ابريتو مثل الجبنه. مثل الجبنه صحتين كهلا مريت حرام تعذبت فيهم والله حرام انا قاعده هون ما عم دوك هلا هلا رح اجيب لك هلا رح اجيب لك نحن كرمه صح لا كثير طيبين لا كثير طيبين وكثير ابيتيسان على الطاوله ومنظرهم حلو الجبنه ما في حق في الجبنه الحلوه عاطي يعني الزيتون اتس بيرفكت مان ايه بيعطي يعني شوي اكزاكتومون لان هي شوي حامضه شوي اسيد الشيف فينا نعملهم بحي الله جبنه بس عن جد بتاكل بيرد كثير طيبه صحتي ميرسي هلا رح اجيب لك معي مريات ما في عيش بلاها بدك تيجي تذوقي يلا حبيبي اكيد شكرا لك نحن دائما بكل حلقه عن جد بننطر لنشوف شو محضرتي لنا من وصفات طيبه يعني كارلا اذا انت ما قدرتي تنطري دقيقه لحتى تاكلي شوفي بهالريبورت كيف غواص بقي 17 ساعه بالمي قبل ما يوصل وفرك الانقاذ لحتى ينقصوا نشوف سوا هالريبورت سكوبا دايفر بعد ما أمضى 17 ساعة ضايع ببحر المرجان الأسترالي بعد ما جرفه تيار مائي بريرلي عمره 68 سنة كان معتاد أنه رح يقضي نهار ممتع بالسباحة حتى شاف أسماك القرش عم بتقرب منه سكرتيرته لاحظت غيابه فاتصلت بالشرطة يلي أرسلت طائرة مروحية وأنقذته وهو محظوظ لبقائه على قيد الحياة لدرجة أنه كلهم قالوا له كان لازم يشتري بطاقة يا نصيب شفت انا قد ايه بحبك كثير يعني ما جبتي لي الشقفه جبتي لي الصحن كله كارلا صحتنا على قلبك ليه ميرسي وبهالوقت رح نروح بريك مشاهدينا يلا ذوقيها